بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن ما يؤخذ من الآيتين، من قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى قوله وكان الله غفورا رحيما في ختام الآية الثانية، ووقفنا عند هذه الجملة وكان الله غفورا رحيما، فيؤخذ منها وصف الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وهما صفتان مشتقتان من اسميه الكريمين الغفور الرحيم. وكثيرا ما يتكرر هذان الاسمان العظيمان في القرآن العظيم لأجل إطماع المؤمنين بمغفرة الله ورحمته، بأن يبذلوا الأسباب الجالبة للمغفرة والرحمة. ثم نبدأ بقوله تعالى في الآية التي بعدها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذه الآية نزلت في الذين تركوا الهجرة، الذين تركوا الهجرة من مكة إلى المدينة وبقوا في مكة طمعا في أموالهم ومساكنهم وقراباتهم، تركوا الجهاد، تركوا الهجرة إلى المدينة. فلما كان يوم بدر وخرج المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خرجوا بهؤلاء المؤمنين معهم، خرجوا بهم وألزموهم بالخروج. فلما دارت المعركة قتل من قتل من هؤلاء المؤمنين. فلما جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وبخوهم على ترك الهجرة، إن الذين توفاهم الملائكة يعني تقبض أرواحهم، والمراد ملائكة الموت، لأن الموت له ملائكة ولهم رئيس. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى توفته حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فتارة أسند الوفاة إلى ملك واحد، وتارة أسندها إلى ملائكة. والجمع بين الآيتين أن نقول إن الموت له ملائكة ولهم رئيس يساعدونه على قبض الأرواح. فهؤلاء المؤمنون الذين كانوا مع الكفار قتلوا في بدر، وبختهم الملائكة فيما كنتم، قالوا فيما كنتم، في أي أرض أنتم؟ يعني مكة، لماذا بقيتم في مكة مع الكفار حتى أخرجوكم إلى هذا المشهد الذي أنتم فيه؟ أجابوا بأن كنا مستضعفين في الأرض، يعني كان الكفار هم الذين غلبونا وخرجوا بنا إلى بدر. فالملائكة أجابتهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما الذي حبسكم عن الهجرة؟ لو كانوا معذورين فهؤلاء يأتي ذكرهم في قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. أما أنتم فلستم معذورين، وإنما قعدتم طمعا في دنياكم. والله جل وعلا يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولهذا قال فأولئك مأواهم، يعني مسكنهم جهنم، مأواهم الذي يأوون إليه جهنم وهي النار، وساءت مصيرا، ساء المصير مصيرهم. فهذا وعيد شديد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها. والهجرة مأخوذة من هجر الشيء بمعنى تركه، والمراد بها شرعا هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، لأن المؤمن لو بقي بين الكفار لتسلطوا عليه وربما يفتنونه عن دينه وربما يرتد بسبب أفعالهم وإغراءاتهم أو بسبب وعيدهم وتهديدهم. فإذا بقي في بين أظهر الكفار فإنه عرضة لأن ينسلخ من دينه أو أن يترك شيئا من واجباته. فلذلك أنكر الله على هؤلاء الذين بقوا في مكة وتركوا الهجرة وهم يقدرون عليها، وأخبر أن مأواهم جهنم وساءت مصيرا، وهذا من باب الوعيد، لا يدل على أنهم كفار، ولكن هذا من باب الوعيد، ومرتكب الكبيرة معرض للوعيد، إن شاء الله نفذه فيه وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار كما يخلد الكفار. أما إن كان بقي في دار الكفر لأنه لا يرى الهجرة ولا يرى وجوب الهجرة، ويقول كل واحد، البلاد كلها واحد والناس كلهم واحد، فهذا يرتد عن دين الإسلام، لأنه أنكر حكما ضروريا من ضروريات الدين. فهذه مسألة يجب التفطن لها للمسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر من غير ضرورة تقتضي ذلك أو من غير عجز عن الهجرة. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فيؤخذ من هذه الآية يأتي أخذ ما فيها، لكن نواصل الكلام على قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. استثنى الله سبحانه وتعالى في ترك الهجرة من كان له عذر منعه منها، فإن الله وعده بالعفو، فقال إلا المستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة من الرجال ومن الرجال والنساء والولدان الصغار لا يستطيعون حيلة على الهجرة ولا يهتدون سبيلا، لو خرجوا وسافروا لا يهتدون إلى الطريق، فهؤلاء معذورون حتى تتوفر لهم الإمكانيات التي يستطيعون بها الهجرة. وهذا من فضل الله ورحمته بعباده أنه يعفو عن المعذورين. ولهذا قال فأولئك، أي هؤلاء المستضعفين، عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من باب الترجي، والعلماء يقولون عسى من الله واجبة أن يعفو عنهم نظرا لعذرهم، وكان الله غفورا رحيما، أي كان ولا يزال سبحانه وتعالى
غفورا رحيما، ومن آثار رحمته ومغفرته أنه عذر هؤلاء على ترك الهجرة لعجزهم. وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.